من جانبه وصف رئيس اتحاد كرة القدم عدنان درجال المباراة التي جمعت الكويت الكويتي والميناء العراقي بالإنجاز المهم، ودعا الجماهير الخليجية إلى الحضور لمباريات بطولة الخليج. المهم هاي المباراة الحبية اللي تجمع من فترة طويلة تجمع الناديين العراقي والكويتي هي النجاح الكبير بعيدا عن النتيجة. بالتأكيد بالتأكيد هاي رسالة مهمة، وإن شاء الله احنا ننتظر أشقائنا في كل دول مجلس التعاون بالتواجد في مدرجات ملعبي جد النخلة والميناء، ونقول لهم البصرة ديارتكم وأهلها هم أهلكم وناسكم وإحنا بانتظاركم.